صحافة، بس يقولوا الناس على التلفزة متاع الروزة في الحومة. شد عندك، أنا نبدأ ماشي في الشارع ونسمع في الناس يقولوا يو هوك اللي يتكلم في التلفزة البارح علي أنا، وش هذاك ولد حومة قمير؟ فيه وما يحكيوا كان عليك أنت، ما قالوا لك رينا صاحبك عبودة في الحي متاع التلفزة؟ لا تلزنيش للكلمة. أما حاجة أخرى، برشا هم كما المركاد وراس الدرب والحفصية والحلفاوير توا يحبوا يعملوا لهم برنامج. أنا قعدت ندور من حومة لحومة ونسمع، تعرف عبودة الناس الكل ناصبين على روزة. من حبس سكون ينصب على روزة؟ أي وبرشا ناس يحبوا يطلعوا تابوريات عند صالح. وترك عاد البونية ما بين كالسيتا وسطورة. ميو ايه صريح شيشه بكاستيك عرجيك. شنو صالح ما تسلمش؟ ما نحبش نسلم. ساخت عندك يا صالح، الناس بس تولي تسري الطابورين تاع بي. انت سكر فمك، ها ما كانش قوم روح. اسعدوا عليه، ها اسعدوا عليه يا ابو طحس يلي مرتك مغلب عليك، مرتك تصيح عليك في الدار وانت تحب تزيد خرزني من القهوه نتاع سلومه. ريض عبود يا عبود ريض ياخذ صليح خليني عربي. طب هلك قدام الناس امسي كل على مسومتك، وقبل ما تمسي خلصني في زمعتي. يسكت يا عبودة يسكت. صليح هاي ياخذ سيبني حافه مروح هكا تو انت وعبودة قدام الناس يجي مروح عيب صليح حاجه حدا المخ لا خليني سلم نحب نروح. اي جعاد هاو الصوره حدايا داخل فرق صوره كراع باش نعمل طرح تريسيتي هاي. الله يهديك يا عبود الزمان فو عليه. هيا عاد صليح يتوحد الله اخوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا صليح يا اخويا يا اخويا ما قلت لك ونبهتك ها ونزيد نعاودها لك قدام سلومه. هاكا راس العجل العبودة هو اللي مقيم القيامه وهو راس الفتنه وسبب كل بليه. لا واش هذاك اللي قاعد بحذاه حفه وش الموس بربي نجبر الموضوع هذا لازمني نروح. عجايب هكا صليح ما تاخذش بخاطر خوك سلومه هي قد عملوا ترى. يا سلومه ما نحبش نلعب. صليح يبدل الساعه بساعه اخرى اخويا. ساعه شربتك على سلومه وانتم زاد سي ريزيرفي سي وي نو سيدي ولدي ما عرفتكش يظهر لي فيك لا من قماشنا ولا من حومتنا. لا سلومة السيد هذا الحقيقة ما عرفتوش. تلياس خو فوزي اللي يخدم في دار الرنوب ولد أخت الشيخ تحيفة أمه بعثته باش يتخلع. ما عرفتنيش أنا. بيان سور عرفتك أكيد. أنت المنيزيه بتاع الحومة نصيب عمي سي شادلي. ولا وانت اللي علمت خويا يركب على الموتور. برا تو عرفت تو عرفت. هاي تفضل اقعد. هاي 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 تعرف اللي خالك حبيبي ياش الوليد هذا نعقل عليه وهو صغير هكا كبير هو وخوه كان تمهم تقري فيهم وقت مالها تقري فيهم في الباباسات. نحب نقول لك برافو. علاش ترى؟ البارح تفرجت في الميسيون هذيك اللي عدوها في التيلي وانت قلت كلام معقول برشا برشا وحتى الميسيون زاده. اه سلومه سمعت قلت لك اللي تصريحاتنا انا وياك مش يكون عندها صدى كبير. بالجد الحومه هذيا يلزمها تدخل سيغتو في الدولاب نتاع ليكونومي تو هي كارتي دوغتواغ. ايبا ما فيهوش منفعه. صفية يا أخي بنتك وراتك اللي شريته اليوم وراتني شك. إيش شريتنا أنا؟ هاك تفتفت هاك حواجات دخلانين ساعات وقت اللي ظهر لها جبت وري لي ناب ولا فرش. كان عطا ربي راهو بيها وميمتها واقفين ويختاروا لها اش تشري واش ما تشريش. مال عرسها في الصيف راه. أنا شنوني مطلوب مني؟ قاعد نعطي في الفلوس كل مرة نمد لها حاجة. يلزم الأخرى تشاوركم
هي تعرف البيهي من الخايب؟ انا ما عنديش وقت، ما نحبش ندخل في هالمداخل. كيفاش صفية؟ انا عندها الحق، لازم واحد يواجهها. اش كيزيني قالك عليها شكون ماخذة؟ لا عاد لا عاد صفية بنيتي هوني تغلط. و الوليد نسو مقدودة وهو تبارك الله عليه ما نقصو حتى شيء. ماهوش منطق عيب كان تسمع كلمة تشوه من ليلة. ايه محقوش خايفة منها. وبنتي شبيك جبت ما عندك سمل؟ ريتوها اليوم مش عملت وقت اللي شديت الطفل ياس باش يقعد بحذانا. صغيرة عاد واحد يخو عليها هي. صفية بالله ما تكبرهاش. ما يحبوش ناسي، دارت حيفا ما جاوش على قرقوش قلوبهم، لا هي لا اختها، حتى سيخ مار زمان معاهم. حتى بن سعاد ما منعتش، اش مجبدك فيها ترى؟ ليه؟ لا نجبدها ولا نجي على حالها، قالك عليها حسبتني ام ولا تشاورني، هيك تنفيت وخسرت مستقبلها. ليه عاد؟ الشي يتبزع يا شيد لي، ربي يعينك على لمينه يا وليدي. لفات ما تخزل على الياس، علاش ما بتش بحذينا؟ شبيه عنده جرب؟ صفية يزي من الهدير الفارغة بلا فضايح. اسكتوا اسكتوا لا يدخل عليكم حد. يا اخي فلت تساق وجه ما قتوله. وفي رواية اخرى طلع يجري في قصدع يا اخي جرورة. هاي عطاوة هاي بقعتك. صباح ميو وي خويا راس العزوزة قيوة الخب حطها في خلصة من عندي وانا مكتارف شربي. لا حذات ونجيك خويا قمير حطها محور الروز وقزة مازالوا يفرسخوا في العباد. الولاد شنو الجو؟ صليح المقصورة هو وسلمه وانتريك البوسطة على خاطر تعارك مع عبودة لحكاية الطابوريات. ديما بمشاكلك انت. الولاد سيد احمد توا بروحي يا اخويا. لبس عليك شعابك. انا اخويا يا هراب وقلت لك شجع من ايطاليا اللي عنده اصحاب كيفك انت. يلا خير عاد يخليهم يقعد في الغربه هو يدخل. هاي عشي بت عشي تصدق. هلا ابو احمد تعمل زبده. شوفوها وندلوها والورا يا حمينا شبيلي يا منو يا سيدي يا قري يا سلطان يا عبيش. تعرف سيد أحمد سعرك خصين سنو رأيك كان تعلمني السعر. يا ولدي فك عليك الشعر وحلى. أما أنت تبارك الله عليك أنت بنتوما سيد أحمد في البرنامج كيف قال لها هو ومن أعرف وقت اللي الأدب تفرش عليه الموتور يتاع عمبان. أما تعرف والله خسارة ما شفتوش البرنامج كي عداوه. التلفزيون تاعي ديما مهلوكة كالعادة. النهار اللي حبيت نجي نفرج فيه معاكم ما جاني واحد صاحبي طلعني المرسى. را 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 ابعد 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 حفا سوي يا ابوي والله راسه زي ها. قالوا لك جيت الحومه اللي وجعليك. توجع لي انا؟ ندور في الحومه اللي نشوف الناس. عندي زميلي متلفزه عنده برنامج ادبي وعجبه الشعر نتاعك وماذا بيا يستضيفك. استضيفني انا؟
يا ميو هات سيسة وقهوة من عندي. لشكون الشيش؟ تسنى ولا سكون؟ الروزة بس تعمر مخ. مخ لينا؟ ليه ميرسي نحب كستي كعب. روزة شو بالك اللي انت حليت جعفرية في الحومة؟ تعرفي لأولادي مدير البرامج فرحان ياسر وكلفني باش نعمل حصص أخرى على حوم الجمهورية كل. قلت لكم الأولاد عندي خدمة من هنا العام 2000. الأولاد أنا معاملة عليك جيت معاكم نحب نكمل معاكم. روضي ما عندك أنا رجال تسبيكم خير عمركم ما مريتوا بنية تكيف السيسة؟ معليش ليه ناخذ خاتك يا ولو انه توفر كان لك ريت الجايز انت مزايد خويش هذا كل على خاطر ولد اختك حيفه اش عندك فيه؟ اسمع حد هاني باش نمشي نعمل دوره نسرح سقايا تفضل سي عتلة وكتبتك الأجندة ها تيوين هم البنويت وصلوا يوم 20 عندك تقريب نفس الساعة ملي روح قديش باش يقعدوا حدايا لا هكاك بنويت خالي يحبوا ماذا بيهم ديما بحدايا يا أخي باش يقعدوا مسلمين في ديارهم وأولادهم باش يبنسوني أنا وشنو أحواله خالي زعمي نجم يمشي معايا لتونس لا ما نظنش راجل كبير وتعب خليه يرتاح ولولا والاخر كان على حد خطبته تنجي هبت باش تهز موس يا زعما باش نهز معاك بالله سي عثمان اهبت لها المغبونه ركبتيت عليها ياسر وهز لي كتب من ربك اش تحبني نعم هاي الخدمه شدت وزيد خالي معمل علي باش نعاونها في فلاحتها ما لا تعرفي كيفاش بعد غدوه تنزلي معايا واه هنا وخالك شكون بيه هذا بلويته تولهو بيه وانت تنزلي معايا وما انا باش نروحوا في نهار والله انت جاني شهلول ومحبوح وقلبه باهي قلبه باهي هكا ما فكرت كان المحاسن ما قلتش يدكاك ويقرص يده تحته ويقطع ونفيه في الكلام لا عاد انت جاني ما يتكلمش في الناس وزيد فنان فنان كيف هو الفنان اللي قاعد يبدع فيه فهموني شنو كيف يبدا يحكي على دليله بالملازم ومحلات الشوان يبكي البلمس ماني قلت له تعرف اساسا يبدا سرسطتك في كلام عجب ناخذه على قدمه على المرحوم سالم بوذينا وخيره كما كل يقول فيها ساعات يزهل خاطر وساعات دمعك تتقاطر وساعات تبدا كي قايد ماطر وساعات من الكشبور نبني سده تعرفش هذيك راس الركب نتاعها شنو لا يا سيدي راس الركب نتاعها ساعات يزهل خاطري من جده بابا وساعات تركب على خواطر فده يا بابا ربي يزيد مع الفده اخي كيف تصير ولات ولا تيز يا سيدي السيستورة ما تخرجش هذا كلام فينو ومحاين الدوب قلب اللي عنده قلب وكلسيتها عنده منه شكارة أما الله غالب الفريب هيك وبيد له الموهبة متاعه خير أم شنو من نهارة اللي تكلمت على التلفزة قال لي ورحمة بوك وبابا إلا ما تبدأ تسمع في الملازم تجري حتى البورت دو فرانس أرادب هو محصول اكسكيوز مون تعرف الشعر البوبولير هاي البرش جي بي جي كودان مي سي با مال ها؟ والله كيما نقول لك هذاك العقيق والله بني تعرف عليك صليح وندمت بغيتي ما حقنيش ماني قلت لك ارزن يا بنتي ارزن ارزن راجلك صليح ما يتغيرش الذهب ديامونت معير وزيد عنده كلام حلو هكا مش كيف كلام الناس فيها في حاجه حلوه هكا بالنحو ولا كيفاش انت ما فهمتوش والله العزيز لا فهمته وزيد تلاقاو عليك هزوز الفع هذوما بداو يعمروا فيك عليه هي هي وحيك يا اخي انا اش قلت يا بنتي انا والله نفدلك معاها ولا ايش والله حسيت دي ما قدرتش علي من كيم المرسي في التلفزه ان شاء الله ما تقعدوش هازين الغيظ على بعضكم ليه ما تخافش غدوه نعمل له مدفونه بالهرقمه البقري على كيف كيفك والله ما يطير الغش الكل باش تغدوا مدفونه في رمضان
ايش بيك يا بنتي يا اخي؟ ما تعرفش بيا هذه كما تداوي كان بالعقار الحق. والله صح عليها، والله صح عليها والرجلها. كنينة كنينة بخيتكم ما لقيتش شكون نغدت. طلقت راجلي لمجدك الشباب الغالي. ارتحت. اسكت انت، كليت عمري سلاطة بعده. والله العزيز ندمت ندمت وكليت الثوم. راجلي يقول لك راجلي راجل وسيد الرجال، وتبعت راي ولد عمي سلومك لي قاعد ياكل في حقي وانت تغزر هك. يا لطيف يا لطيف. وخالتي طب خاطرك يا نجيه وخالتي الحق، انا في بلاصتك والله لما ناخذ حقي. وربي شنو اللي تحبني نعمل؟ تحبني نكاش ونطيح له قدره؟ لا وخالتي انا مانيش من سينس، احنا ولاد عم وما تربيت شك. سامحني نجي عاد وخالتي عاد مش عيب اللي يتكلم على حقه زيد. يا حقه مو مره سي عبد الستار يحكي بحذيه في الكوجينه. والله الحقيقة مانيش عطيته وذني مليح. سلومة ولد عمك قال يحكي على قهوة السوق متاعكم، يا يحب يكريها ولا يبيعها. الحسيل وهدر متاع بيع وشراء. واه اي يا قبايل امس يا سيدة. اي عمود دايك سي تعمل ايش؟ ما عندي مناكب. عايش تستعمل ديناري. هيا امسك مي. هلا سيد احمد. يا سيد احمد. يا سيد احمد. محلاها قاعده. القهوه هذه اسم مزيان. امانة يلزمني راه. روزة بس تروح وحدك اللافوني توا. هاي هاي نسيبك هاي. اقعد اقعد. ماهيش نيت. هاني انا مروح تنشيح. هاي امشيو. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. شنو مشي لعبتي يا احمد؟ والله نخرج مجموعه الشعريه وراها في المكتبات. حاجه ماهيش سهله. من بعد نعرس انا وفاطمه في الصيف ان شاء الله ونمشي في رحله طويله دون مشاره. مشاره؟ علاش اشعر هكا؟ سيد احمد فاطمه صحه شريبتك. يعطيك الصحه. عسلامة فاطمة. سلم. رضا كانت قاعدة معنا في قهوة السوق وأنا مروح في بيتي قلت الشيحة. أنا خرجت صرح في سقايا توا مروح للدار. تحب شيعوك ملا؟ صباح الخير. صباح الخير فاطمة. توكل مقدومه.